السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة حبايبي هنعمل سوا مع بعض أكلة كده خفيفة وظريفة، بتتعمل كده بسرعة في 5 دقايق. اسمها إيه؟ اسمها انفولتيني دي كارني ريباني دي فيردورا. طيب إيه الانفولتيني دوت؟ اللي هي شرائح اللحم البفتيك محشية كده بخضار، لذيذة جدا وخفيفة جدا، وطبق كده إيطالي وبيتقدم كده بشياكة في المطاعم، وشيك جدا جدا وطعمه فوق الوصف. معانا مكونات الطبق ده ايه؟ مكوناته بسيطة جدا. عندي شرايح البفتيك، انا عندي هنا كيلو كده بفتيك متقطع، الجزار مقطعه رفيع، او لو كان تخين عندك ممكن بتاخديه بين ورقتين زبدة او بين كيسين، وبتدقيه لحد ما يوصل يبقى بالرفع دوت. عندي قرن فلفل رومي احمر متقطع جوليان رفيع، عندي كوساية متقطعة نفس حجم الفلفل، وعندي بصلاية واحدة متقطعة شرايح، وفلفل واسمر وملح وزيت زيتون، وعندي خلة أسنان عشان هنقفل بيها وهنحتاجها في الوصفة دي. كده كل المقادير بتاعتنا، يلا بينا كده نبتدي سوا واحدة واحدة ونشوف هنعملها ازاي. أول حاجة كده هجيب طاسة عندي على النار، وهنزل فيها بشوية زيت زيتون حوالي معلقة، كده تمام مش عايزة أكتر من كده. طبعا الطاسة سخنة، هنزل فيها بالبصل مع الكوسة مع الفلفل الألوان، بحيث الخضار كده يبتدي، بس أنا مش عايزاه يدبل خالص معايا، أنا عايزاه يفضل كروكانت يعني لسه كده ايه في القرشة بتاعته شوية. هدي بس الأول البصل كده تقليبة مع نفسه الأول، لأن البصل طبعا بياخد شوية في السوى عن الفلفل عن الكوسة. شايفين البصل اهو كده بدأ يتكرمل معايا شويه، انا عايزاه يبقى لونه اللون الخفيف ده، مش عايزه احرقه ولا عايزاه يغمق عشان ما يغيرليش طعم الوصفه. هبتدي هنزل بقى عليه بالفلفل، وهنزل عليه بعد كده بالكوسه. انا مش هسويها الكوسه ولا الفلفل، انا مجرد بس تقليبه كده هياخد من طعم البصل وزيت الزيتون. هنزل عليه بالفلفل الاسمر وبرشه الملح، طبعا الاكله دي توابلها خفيفه جدا ما فيهاش توابل كتير، لان عايزه احس بطعم الخضار واحس بطعم اللحمه لوحدها، فمش هنقع بقى اللحمه زي ما احنا متعودين نعملها في ميه بصل ولا احط لها بهارات كتير، لا هي ليها طعم كده تاني خالص هتعجبكم ان شاء الله. عندي كده الخضار خلاص خلص معايا زي ما انتم شايفين كده، نزلته في طبق علشان يبرد من الطاسه عشان ما احطهوش سخن في قلب اللحمه. عندي شرايح اللحمه هفردها كده بالشكل دوت، حطيت عليها رشه فلفل اسمر، حطيت عليها رشه ملح، وهبتدي هرص فيها الخضار زي ما انا عايزه الكميه طبعا اللي انتي تفضليها. زي ما احنا شايفين كده هرص كده وهبتدي هلف. طبعا الشرايح دي اول ما هتدخل النار هتستوي بسرعه جدا لانها خفيفه وفي قلبها خضار طبعا نص سوا او ربع سوا كمان. الخضار طبعا انا مجرد بس عطيته تقليبه ما استواش لسه، يعني لسه الكوسه نيه ولسه الفلفل برده شبه ني، وهتبقى بالشكل ده. وهعمل برده التانيه كده معاكم. طبعا عايزه تحطي اي نوع خضار تفضليه تحطيه جواها، ممكن كمان تحطي جزر، ممكن تحطي فاصوليا بس تكون مصححه زي ما هي، ممكن تحطي شرايح سبانخ مع جبن، ممكن تحطي اي حاجه فيها وهتبقى بالشكل ده. هخلص الكميه كلها كده بالشكل ده، وبعد كده هقول لكم الخطوه الجايه هنعمل فيها ايه. خلصت الكميه معايا ولفيتهم كلهم زي ما انتم شايفين، قفلتها بخله كده بسوست كادنت كده علشان ما تفكش معايا. عندي بقى دلوقتي طريقتين للسوا،
عندي يا اما هجيب طاسه واحط فيها شويه زيت وهديها صدمه كده وهسيبها تستوي على الطاسه، يا اما هجيب الجريل عندي وهديها علامات الشوي وهتستوي برضو عندي على الجريل، وبعد كده يا اخدها الفرن اللي بيحبها مستويه جامد، يا اما اللي بيحبها نص سوا يعني، وهو يفضل ان اللحمه تتاكل كده ما تكونش مستويه قوي، يعملها على الجريل بس. دي كده خطوات انا هعملها في الطاسة، وبعد كده هعمل فيها برضو تكاية كده بقى ايه، حاجة كده ايه بالمصري بتاعنا. ماشي يلا بينا نشوف. بس قبل ما نحطها انا هبتدي كده احط عليها كلها فلفل اسمر والملح، طبعا زي ما احنا متفقين ان اللحمة اما باجي اسويها ما بحط الملح عليها في الاخر، علشان الملح بيخليلي اللحمه تسود وبيخليها تكش. انا بس حطيت من جوه الطبقه اللي هي فيها الخضار، انا حطيت فيها بس ملح من جوه، لكن من بره مش هحط فيها اي ملح. جبت هنا برضو طاسه عندي على النار، هبتدي بقى هنزل فيها، مش هعملها على الجريل. حطيت فيها معلقتين زيت زيتون وهبتدي كده هنزل بالانفولتيني بتاعي او شرايح اللحمه الملفوفه بتاعتي، وهخليها كده تتحمر من جميع النواحي وهي هتستوي. هزود لها حاجه كده هخليها تستوي حالا معانا كده واحنا كاتبين. التكه بقى اللي هنا في المطاعم كلهم بيحطوها، ان لما اللحمه بتيجي تدخل في السوى بيزودوها، احنا ممكن بنزودها ميه او بنزودها مرقه، لا هنا بيزودوها باللي هو الفينو بيانكو اللي هو نوع من انواع الخمور البيضه. احنا طبعا ما ينفعش نستعمل خمور، فانا هزودها شويه خل تفاح، ده هيخلي لي اللحمه تستوي وهتكون الانسجه بتاعتها طريه جدا، وهنشوفها سوا مع بعض الخطوه اللي انا هحط فيها الخل. كده اللحمه معايا غيرت لون، قلبتها طبعا على الجنب التاني. في المرحله دي كده لما احس ان هي خلاص قربت تدخل في السوى، يعني قبل السوى كده بشويه، هبتدي هنزل بخل التفاح عليها حوالي معلقه صغيره مش اكتر، هتديني طعم، هتفتح لون اللحمه، هتدي كده فيها طعم المزازه. طبعا اللي ما بيفضلش خل التفاح علشان نكهته قويه جدا او مش متعود عليه ممكن يحط معلقه خل ابيض عادي جدا من بتاعنا. حطيت كده معلقه وهغطيها كده شويه علشان برضو ريحه الخل تبقى جوه اللحمه، وكده هيكون الطبق بتاعنا جاهز قدام 5 دقايق كده كمان وخلاص، وهنشوفه سوا في الاخر شكله عامل ازاي. كده خلص معايا الانفولتيني ربيني بالفردوره او شرايح اللحم الملفوف بالخضار او محشي بالخضار، طعمه جميل جدا جدا وخفيف جدا وظريف، يا ريت كلكم تجربوه. وطبعا اللون الجميل دوت والطعم الاجمل من خل معلقه خل التفاح اللي ضفتها في الاخر، اعطتني اللون المكرمل دوت واعطتني طعم وريحه في منتهى الجمال. اتمنى يا رب ان الطبق ده يعجبكم وانكم تجربوه وتقولوا لي رايكم فيه ايه، وان عجبكم الفيديو ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب، وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.